احنا في اليوم كلام لا فهم. عندي 4 شهور 100 بشر عندك روح اشمع على روحي ودي تشد روحك شوي. انا اقول فرانسيس وهي قاعده تخزر لي هكا خمسين Je connais le Maroc, je connais l'Algérie, il y a même de la famille. Mais la Tunisie, c'est quoi? Ah, madame. Ah, si vous saviez, la Tunisie, mais c'est petit, c'est pauvre, mais c'est le plus beau pays du monde, voyez-vous. Quand ici à Paris, les loups hurlaient, quand la France était hors de l'histoire, pas dans la belle histoire, hors de l'histoire. À Carthage, les voiles pourpres de la flotte s'inclinent vers l'Afrique avec un mot. La Bretagne, émission, tous les ans, et un voyage au Liban. On était le cœur de la civilisation, parlons. Ah bon? Et après le cycle des défaites. Mais ça n'a pas tardé. On est devenu la province la plus riche de l'Empire romain. Dans la liste, on tombe à Kalou, l'Intikheft. Mais c'est très bien ça. Ça prouve que j'ai de bons médecins. On a fait combien de temps? Hein? L'Intikheft? Waouh, je suis là. Alors, il y a un jour qui chauffe au Fidal, oui. أنا دار، ما عنديش دار. تسمع، أنت عندك، شو قلت لي عندك بولبان في المنزل ولا إيه؟ وي، إيما جني بلوت سات شانس. إذا حبيب بورقيبة الإبن مشى بنا فيلا بعد الهيلتون، نعم. سمعت كيف فيني بنيت، أنت بنيت فيلا؟ قال لي ما بنيت، بنيت بها فيلا. شو بعد الهيلتون؟ فيها جنينة؟ قال لي بدي تونتري صالون كبير قال لي ان شاء الله نعرفوا فيه البنت معنا مريم معنا حفيدتي مش تريبوسا مريم مش تكبر وتعرف جو سري لوم لو بلوز هوروز بيحة ولا صباحة في هذا بتاعك علاش خليت شبيني سالت خديت قرض من عند حسن الخوجة في الاستيبي قلت له بيحة ما نحبش اسم بورقيبة في القهاوي على خاطر طوان سام قال حمودة باش أبين نجدوه قالوا له سيدنا أنت توا عشرتنا هذا فان دو فان دو 18 ريفوليسيون فرونسيز نابوليون هذا حمودة باش أنت تعرفنا وقتها إنسان شايب إنسان وصل للخمسين سي دير تعرفنا باش التوانسة شنوما قال لهم ربي اختارني وقعت في العطارين هكا يستنى في فم ملتوث قالوا قولنا على التوانسه اش قولك فينا؟ اعطيني كلمه. قال لهم يا ولدي اختاروني والله لما قولنا قال حلمت عليه مش من يد دجاجه من قارها نحاس عجايب قالوا هكا نعرف وسيدنا قال لهم قل لها ايش تدخل تحت الفرش انت تدور من هنا تمخر لك ظهرك بالمنقار نحاس والتقطيع والتريش والكلام الزعير تعرف يا بنات تونس فطومة مش عملت لكم هي اللي عملت كل شيء عندك زوج نساء عملوا كل شيء فطومة أمي فطومة بورقيبة بنت غزالي وخديجة بنت خويلد الأسدية والله في كل حبس كل مرة يحشيونا في جوكار on avait 30 ans, 32 ans L'imbécile, le résident général de France, Marcel Perrouton, nous a envoyé en plein Sahara, à Bourges-le-Bœuf, à 400 km de Médine. Le Brésil, il a tombé là, les auxiliaires de l'armée française. والله حتى سراويلنا مقطعة يحبوا يذلونا يحبوا يحطونا تحت الصباط واحنا
ليليت تونيزيان طهر صفر وما ادراك يقرو بوش صفر بلون زوير مهد نهاية بريون ديسين ادكار دور على الحكومة الفرنسوية وقت لما مشيت عام 56 باش نحفظوا الاستقلال تاع دمار حتى 56 مخاوفك الحياة البينات مثنى وثلاثا ورباعا وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدا ولن تعدلوا بين النساء ولو حاولتم Une, deux, trois, quatre. Et ce que bon, vous possédez. Mais si vous craignez l'injustice, n'en épousez qu'une. Et vous serez toujours inéquitable, même si vous vouliez le contraire. Voilà un tas de l'obéine de l'essai, voilà le haras. عام 56 كلاب كملت مع الجارفور المفاوضات هذيك وغلبت بها ومشى سي طاهر بن عمار يصحح في معاهده الاستقلال كدورسيم مع سي مونجيسكيم وسي باهي لدغم احمد المستيري وكذا النهار اللي قعدنا بعد الانتخابات تاع 25 مارس عملنا المجلس القومي التأسيسي. Nous étions fin prêts. Les gens cultivés n'attendent pas la dernière heure. En novembre 55, c'est ça, حضرنا notre plan de travail. قلت له اكتب له كله. رانا ندافع عن الاسلام، قالوا رغم الاستقلال بنينا ما لا يقل على 1000 جذع. وراي دروس التربية ورفع الأمية راهو الناس اللي تتكلم عليهم أنت راهم ما يعرفوش القرآن رانا قاعدين نقريو فيهم في القرآن 90% أمية مشيت نهار البنان قالوا لي من ربي يا سي الحبيب اللي ترى تعرف راهو الإمام تاعنا توفى الله يرحمه نحب نختار الإمام ما لقينا كان السيد هذا اتجه أنت تحب تولي إمام خليل نهار الجمعة جاي شنو هي الخطبة بتاعتك؟ قالوا باش نعملها انا حديث نتاع سيدي النبي مش خالص النبي قال يصغروا في الكم كرهوا من المغاني بارك الله في الاخرى قلت له كل خالتك ولا عبدك قال اما محمد بن عبد الله عبد الله قال نحن قوم لا ناكل حتى نجوع واذا اكلنا فلا نشبع حتى محمد تحت الطش ما اجمعها كل راهم جهله رانا قاعدين نعلموا في الناس الاسلام الصحيح الحنيف وفي القران الحنيف ورانا قاعدين نجتهدوا باش الامه الاسلاميه هذه تقف على ساقيها ونربيوها ونعطيوها الصحه اللازمه ونعطيوها مواطن الشغل باش الكرامه ترجع لهم ويكون عندهم دويره نظيفه. يرجع تلميذه عنده تلميذ مصري صغير هكا عقد في دنيه ومن هو الحبيب بورقيبه حتى يجتهد في الاسلام. فهو جاهل بقواعد الاسلام. قلت له شكون الابهيم هذا؟ شكون قال هذا؟ قال لي انا سرتان يوسف القرضاوي تلميذ ابن باز الاعمى هذا. قلت له شوفوا انما تعمل القلوب ولا تعمل الاخطاء. هذيا قلت القاسي فيهم من عام 70 بعد مقاصيد جمال عبد الناصر اللي كلامه قلبه معناها وانا نتدخل بالحسنى نهار بلغني اللي زعيم الاخوان المسلمين ان سرتان سيد قطب حتى حد ما يعرف انا pendant mon exil au Caire pendant 5 ans j'ai eu à connaître tous ceux qui comptaient au Caire au bureau du Maghreb arabe ils venaient nous voir de partout شكون الشيخ البنا معلم من قناة السويس هو المؤسس الاخوان المسلمين وأعدي يجي يقعد مسكين يبدا باهت فينا كنت تعرف الامير شكيب بن سلام ها هو التصوير عاملينها كبير وساع جلس الحبيب الى شكيب المكبره ها قوه كيفاش
قوة برهان وكذا. قال نعم. قلت له تعرف زاد صديق للأمير فيصل ولي عهد المملكة العربية السعودية، لأنه قابلته في القاهرة قال لي راني مازلت معجب، راني جيت في العيد الكبير عام 43 أنا وخويا تونس. هبطنا من الطيارة هزونا جامع زيتونة نهار ثاني عيد، وسمعت محاضرة من الشيخ طاهر بن عاشور وما أدراك. قال لي توا عينيا مبهورين بك الأنوار السنية المالكية التونسية.